يعني ما لم يفهم شيئا من الدورة، والله صدق. ولهذا يعني عندنا الآن يعني حتى في الدراسة الأكاديمية الآن يأتي الطالب مقابلة شخصية حتى لو معه شهادة الآن، صح، اختبار مستوى، حدد مستوى هذا. يعني ابن عثيمين رحمه الله كان يستطيع في الدرس أنه يرتفع، صح، ويأتي بكلام ما يفهمه، هو ينزل 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 إلى مستوى الطلاب حتى يفهم، يكرر مرتين وثلاثة ويسأل الطلاب ويراجع ويناقش. كان يقول هو رحمه الله، يقول بقي عليه شيء واحد ما استطعت عليه، ما هو؟ قال أتابع الطلاب في بيوتهم. يريد الشيخ يروح وراء الطلاب في بيوتهم يشوف يعملوا ويدعو أو لا، يقول هذا باقي عليه ما استطعت عليه، رحمه الله. أخواننا ما ي... هل أنا سألت أحد الشباب مرة إيش درس؟ قال درس أصول ثلاثة. طيب كم درس؟ قال درس في الشهر. إيش؟ درس واحد كل شهر. طب متى تنتهي؟ قال والله يمكن بعد سنتين. طيب آخر درس تتذكر أول درس؟ قال لا. بالله سألته أنا، هل ترضى أنت عندما كنت طالب أن تدرس بهذه الطريقة؟ قال لا. أخواننا عندهم مركز في دولة من الدول الأوروبية وجو وقالوا نبغى نعرض عليك يعني المنهج الدراسي وكذا. قلت لا تعرض علي ولا شيء، أنا أسألكم سؤال واحد، هل ترضى هذا المنهج لنفسك؟ أول واحد قال والله ما أرضى هذا المنهج لنفسي ولا لأولادي. قلت خلاص إذا ما يصلح، صدق والله. يعطي الطالب ست مواد، طالب ما يعرف اللغة العربية أصلا. وأنت تعرف الآن في بعض الدول عندنا مثلا في الهند كتب الستة، يا رجل لو درس تدرس الكتب الستة هنا في الكويت صعبة ممكن. قال لا أعطينا واحدة واحدة، 40 نووية، صح؟ هيئني واحدة واحدة. قال لا درسوا الكتب الستة. اللي يدرس الكتاب أحيانا بعضهم ما شاء الله على علمك، لكن يدرس الكتاب أحيانا لا يعرف هو شيء عن هذا الكتاب يا رجل. فلا بد من، لذلك الآن عندنا المقررات مثل مقررات المعاهد العلمية، معهد جامعة الإمام، معهد جامعة الإمام، هذه المقررات لو تنظر فيها يا رجل سهلة. والله عندنا أحد العوام قال لي، قال والله رحم الله بن عثيمين. قلت ليش؟ قال والله تعبت أقلب في الحموية أقلب في التدمرية ما فهمت شيء، أخذت ملخص الشيخ بن عثيمين رحمه الله قلت يكفيني هذا. قرب العلم، تقريب العلم يا أخوانا للناس. الناس الآن في الغالب ما يريد العلم ولا يريد الكتب. لابد نشوف طريقة تشويق الناس للسنة، تشويق الناس للتفسير. اليوم نقول لابد طريقة السلف في حفظ القرآن وكذا، وفي الغالب ما أحد يسير، والله صدق، إلا من رحم الله. لماذا؟ لأنه ما في تشويق. أول ما يبدأ الطالب في التفسير سورة البقرة، طبعا سورة البقرة سورة طويلة وكذا ولا يتم أصلا. لكن أنت ابدأ بقصاص السور، السور التي فيها تشويق، سورة القصص، قصص، ها، سورة مريم، سورة الكهف تتكرر عليك، صحيح، سورة الرحمن مثلا، سورة نوح عليه الصلاة والسلام فيها قصص، فهذه تشوقك للتفسير وبعدين أنت تشجع. اليوم ختمت ثلاثة سور، غدا تختم ثلاثة ثلاثة، ثم آخر شيء تصل إلى سورة البقرة. يعني إن منكم منفرين، فكيف يعني تنفر هذا عن العلم؟ هو الآن لا يعرف شيئا عن العلم. أحسن كتاب، وهذا اختصار يعني اختصار الموضوع هذا كاملا، أحسن كتاب يصلح لكل دولة ويترجم لكل لغة ويصلح لغير المسلم والمسلم والمسلم الجديد، الدروس المهمة.
الشيخ بن باز رحمه الله تعالى، يعني ألف هذه الرسالة سبحان الله وضع فيها الله سبحانه وتعالى بركة، والله رسالة مختصرة لكن فيها بركة، بركة كبيرة جدا. والله إخواننا الأصول الثلاثة هذا الكتاب، في رجل في أوروبا ضاقت عليه الدنيا، كافر هو، قام في آخر الليل وأخذ يدعو يقول يا رب إذا أنت حق دلني عليك. عندما انتهى من الدعاء قدر الله كان لديه أصول ثلاثة، رسالة موجودة كانت، سبحان الله فتح الرسالة وبدأ يقرأ من ربك؟ ربي الله. أسلم بدون أحد، بدون داعية، بدون أي شيء. أصلا هل يلزم أنه إذا أراد الدخول في الإسلام أنه داعية يدخل في الإسلام؟ لا. فأخواننا أنت عرفت الدين الآن وعرفت الطريق، طريق مهيأ مذلل سهل، باقي نسلك أخواننا، كثير منا يسافر للعلاج. ابن عثيمين رحمه الله تعالى في آخر حياته سافر الشيخ للعلاج، أول شيء صنع الشيخ عندما وصل قال اتصلوا على أقرب مركز إسلامي. أنت ليش جاي؟ جاي تعالج. لماذا أقرب مركز إسلامي؟ أريد ألقي كلمة. والله أنا رأيت الشيخ يأتي إلى العمرة، أول شيء تفكر فيه إذا طلعت من الكويت هنا ونزلت بك الطيارة وأنت محرم في جدة، إيش تفكر؟ تفكر متى تنزع هذا الإحرام، صح؟ أي نعم، بسرعة وتنتهي. ينزل إلى جدة محرم الشيخ، محاضرة في جدة بإحرامه، يصل إلى مكة محاضرة في مكة، يطوف ويسعى وهو في الطواف وهو في السعي يترك الناس؟ لا، يعلم. بالأمس أنا أقول للشباب الشيخ في المسعى يقول وأنا في المسعى وجدت رجل أكرمكم الله يسعى فينا عليه، فقال السلام عليكم، قال عليكم السلام، قال اخلعنا عليك. فهذا قال للشيخ، قال يجوز، يقول الشيخ كذا، قال يجوز يجوز. فقال تعال تعال، أنا محمد بن صالح بن عثيمين، اخلعنا عليك. يقول والله؟ قال والله. يقول خلعنا عليه وضع هنا، قال جزاك الله خير. أحيانا لأن البعض يقول لماذا الآن تكتب الشيخ فلان الدكتور، أحيانا تضطر إلى هذا إذا من باب الترفع، لا هذا ما يجوز طبعا. ولهذا تجد كبار العلماء عندنا ما يقول عن نفسه أنه شيخ أو مفتي. محمد بن إبراهيم رحمه الله يقال والله أعلم أنه كانت في القديم لا يوجد هواتف إلا فقط عند المفتي وفي الأماكن الكبيرة، الشيخ يحتاج إلى عامل سباكة، فاتصل قال اتصلوا لي على هذا المؤسسة في عامل هناك أريد هذا العامل. فاتصلوا عليه، الشيخ يتكلم قال وين العامل فلان؟ قال موجود. جاء العامل يكلم الشيخ، فالشيخ يقول له يا محمد أبغاك تجيني اليوم البيت. قالت مين؟ قال أنا محمد بن إبراهيم. قال مين محمد بن إبراهيم؟ قال محمد بن إبراهيم أسكن في الدرعية. قال مين محمد بن إبراهيم؟ قال يا أخي محمد بن إبراهيم بيتي جنب بيت كذا، تعرفني أنت؟ قال من أنت؟ تقول من؟ أو أغلق الهاتف. قال يا أخي وقال عني المفتي. قال سيدنا الشيخ استغفر الله. ما أراد أن يقول له إيش؟ مفتي. فهمت الشيخ؟ هي في موضع يقول أنه مفتي مثل ما قال الشيخ بن عثيمين، قال أنا محمد بن صالح بن عثيمين، لكن في موضع ما يستطيع يقول أنا سماحة المفتي مفتي المملكة وكذا. وأحد القضاء عندنا في القديم عندنا الصكوك تكتب باليد، صكوك الأراضي العقارات باليد. رجل جاء إلى القاضي بصك مكتوب وعليه توقيع القاضي، القاضي هذا مات اللي كتب الصك، نظر القاضي في الصك قال هذا الصك مزور،
قال كيف مزور؟ كيف عرفت؟ قال عرفت مزور. لابد أن تقيم الحجة وتأتي بثلاثة من طلاب الشيخ يشهدوا أن هذا خط الشيخ. راح هذا الرجل وجاب ثلاثة شهدوا أن هذا الخط خط الشيخ، شهدوا عند القاضي. القاضي بعد أن جاء الشهود قال مزور. قال يا شيخ أنت تعقدنا وكذا، حرام عليك، اتق الله. قال أنت اتق الله، هذا مزور، وتب إلى الله، وأنا لا أتركك ترى، وتأكل حرام، واعترف أنا ما أقول شيء، وأقطع الصك وانتهينا. قال والله يا شيخ 3 سنين أنا أتدرب على خط الشيخ، طلاب الشيخ لم يعرفوا هذا، كيف أنت عرفت؟ قال عرفت بشيء واحد. قال ما هو؟ قال في آخر الصك. القاضي ما يكتب الشيخ وأنت كتبت الشيخ، هذا الذي كشف أمرك. إذن هذا معناه إيش؟ الإخلاص، لا دال صحيح ولا شيخ ولا فضيلة الشيخ ولا غير هذا. الذي يحضر عندك من أجل أنك تحضر لله هذا أفضل شيء، أما يحضر لديك من أجل شهادة من أجل دنيا هذا لا، هذا كله والله لا يصلح. ولهذا لابد تتنبه، عندنا بعض المراكز يعمل من أجل المال والله صدق، فينادوا بعض المشايخ ويقول يا شيخ لماذا ما تأتينا تدرس وكذا. هو هذا عندما يأتي الشيخ يجمع أموال من الناس باسم من؟ باسم الشيخ حتى يربحوا. وهذا مشكلة أيضا عندنا، بعض المراكز الآن قائمة على هذا، على الأموال، جمع الأموال، ولهذا لابد أن تتحرى. أحسن شيء والله أعلم أنه لا تذهب إلا للمساجد، المراكز وكذا اتركها. أحسن شيء في الدعوة إلى الله في الخارج أما أن تأتي الناس سواء في الأسواق أو في أماكنهم وكذا، أما المراكز لأنه بعضهم يعني يستغل بعض المشايخ في جمع الأموال في كذا أغراض أحيانا دنيوية، فأحسن شيء تأتي المسجد. المسجد لمن؟ ها؟ لله، وانتهى الأمر. فأحسن شيء لو المساجد متوفرة هذه أكبر نعمة، أنك تدرس في المسجد. المسجد لا أحد يحسب عليك أن يقول لك والله تابع لجمعية فلان جمعية علان، وتدرس في المسجد وتخرج. الله أعلم، أنا أريد أقتصر على هذا وأسمع منكم مشاركات، لو في أسئلة في شيء ممكن حتى لا أطيل عليكم. ها الشيخ؟ لا شيء. ها ها شيخ، بعض الدعاء يردون على بعض مواضع التواصل الاجتماعي، ما رأيكم في هذا الطريقة؟ يعني هذه الطريقة طريقة إيش؟ إنهم إذا صار في خلاف بينهم أنا أظن كنت تسأل عن طريقة التدريس. كل ترى عالم له طريقة في الدعوة، طريقة في التدريس. يعني ابن عثيمين رحمه الله تعالى مثلا لا يستطيع يختصر، صح؟ أبدا ما يستطيع. أصر على أن يختصر ما يستطيع، صح؟ ابن باز رحمه الله ما يستطيع يطول، دائما يختصر. الله، يوم كان الشيخ عندنا في جدة الدرس بعد صلاة العشاء، الدرس بعد صلاة العشاء، احنا صلينا العشاء في المسجد الحمد لله، حضرنا الدرس نصف ساعة وانتهى الدرس مع الأسئلة. خرجنا الشباب داخلين قال وين الشيخ؟ ما جاء. فإن الشيخ خلص روح. فكل عالم له طريقة. أكبر خلل وأكبر خطأ تعيب على العالم، لا. ولهذا تسمع أنه عند السلف كان مدرسة ابن عباس، مدرسة صحيح، فأنت لا تعيب، أعجبتك الطريقة خذ، ما أعجبتك الطريقة لا ترد، لأنه ممكن يوم من الأيام ترجع لهذه الطريقة وأنت لا تدري. فبعض الناس يقول يعني طريقة مثلا شيخنا الشيخ عبد المحسن عباد شرح كتب الستة وعلم الرجال ومتخصص في هذا، هذا فن. بعض الناس قال لا تروق لي هذه الطريقة، أريد طريقة مثلا
فلان من الناس. شيخ صالح العصيمي حفظ الله مثلا، طريقة الشيخ صالح العصيمي شرح مختصر للمتون، لماذا؟ حتى الطلاب يضبطوا ويعرفوا هذا الطريق. هذه طريقة، هذه طريقة. ما عجبتك هذه الطريقة، لكن لا ترد، يعني لا تجد تفلسف بالعربي وتقول والله هذه الطريقة ما من أنت يا أخي. هذه الطريقة سار عليها بعض السلف، وهذه الطريقة سار عليها بعض السلف. أنت من أنت حتى تصحح وتقول هذه الطريقة ما تصلح وكذا؟ لا، أعجبك الحمد لله، ما أعجبك لا تتكلم، خذ بالطريقة الثانية. يعني الآن الشيخ خالد مثلا قال أنا دخلت في جامعة كذا، ليش؟ قال والله هذه الجامعة سهلة لي، قريبة للبيت وكذا. هذا قال يا أخي الجامعة ذي ما تصلح، قال ما تصلح لك أنت، روح الجامعة الثانية. أنت بالخيار بين هذه الجامعة وبين هذه، هذه تعطي شهادة وهذه تعطي شهادة، هذا اركب لكزس الآن وهذا اركب كامري. عبد العزيز روح، صحيح هو يريد هذا، خلاص ما لك علاقة أنت فيه، الله حسيبه على هذا. خليها هذا السؤال على كذا أحسن، خلي الأسئلة مكتوبة. ها شخوان أعطيني الأسئلة أنا. حول، نعم ما مشكلة، أقرأ عليك شيخنا. لا 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 هات بس أعطيني الأسئلة. تذكر الأسئلة تذكر يا شيخ، تذكر الأحكام فيها مسألة الدرب. مسألة الذبح، ايوه متى تكون جائزة متى تكون حرام متى تكون حرام. الذبح الذبح ينقسم الى ثلاثة اقسام، ذبح لله هدي اضاحي عقيقة صدقات، وذبح جائز. هدي ذبح تذبح تأكل، تذبح جزار تبيع اللحوم، وذبح لغير الله محبة وتعظيمه شرك اكبر للجن لاصحاب القبور. تمام؟ ها؟ تمام. هذا واحد يقول ما هي الصعوبات؟ والله يا أخواننا ترى ما في صعوبات، صعوبات يعني ما في ذيك الصعوبات، ما في يعني ما في صعوبات، يعني يوقفوك في المطار 4 ساعات أمر طبيعي يعني. والله يوم هذا اللي يقول صعوبات، أنا أجيب عن هذا. أنا مسافر إلى موريتانيا نواكشوط. من أين؟ من المدينة. أركب 3 طيارات، مدينة جدة، جدة الدار البيضاء، دار البيضاء نواكشوط. هذه الرحلة ما يوجد من المدينة دايركت أبدا، ولا من جدة يوجد دايركت، أعذروني على دايركت هذا مباشر. فالمهم إذا خرجت من بيتي أنا 24 ساعة حتى أصل إلى نواكشوط. ثاني يوم كرمكم الله دخلت أنا إلى الحمام أغتسل، نزعت الملابس. أنا أتذكر أني فتحت الماء هذا الدش، أتذكر هذا فقط. استيقظت وأنا مكسر وطايح أكرمكم الله في الحمام. اسمع، وممكن الشيطان جاءني وقال أنت بطل ومضحي وكذا. في الطريق نمشي، حين مشينا إلى جدة غيرنا الطائرة الثانية إلى دار البيضاء. دار البيضاء عندنا انتظار في المطار 6 ساعات، 6 ساعات بسيطة انتظار. المهم أنا جيت إلى المسجد. وين تذهب في الدار البيضاء في المطار؟ المسجد أحسن مكان. دخلت إلى المسجد، رأيت في المسجد إخوة باكستاني لابسين باكستاني لبس باكستاني. أنا عرفت الموضوع مباشرة، من يوم رأيتهم السلام عليكم جلست، عرفت الموضوع. فواحد منهم قال نحن أهل الدعوة. قلت أهلا وسهلا، أنا فهمت. قال نحن خرجنا في باكستان 3 أشهر والآن في نواكشوط، يعني معي في الطائر الثاني، نخرج 4 أشهر. يضحكوا ومعهم فستق ومعهم كذا ويسولفوا ولا شيء، فهمت؟ أي نعم، وأنا أشوف نفسي بطل. فالمهم جاء النداء من الخطوط أننا الطائرة جاهزة، طائرتنا نتجه لبوابة 8. والله قمنا وجينا عند البوابة 8 واقفين. أنا أتكلم مع واحد واقف معي شنقيتي، أسأله عن موريتانيا كيف الأمور كذا. المهم ما فتحت البوابة، وقفنا تقريبا عند البوابة نصف ساعة وزيادة. فالموريتاني هذا يكلم الباكستانيين تبليغ، يقول لهم الصبر طيب
خرج واحد منهم وقال أصبر على إيش؟ أنا في سبيل الله، أنا أؤجر على قيامي، هذه قتلني يا رجل، هذا تبليغي والله صدق، فهمت؟ أي إذا كان هذا تبليغي وعلى هذا هو صابر محتسب. ابن الجوزي رحمه الله يقول جاءني الشيطان وقال لي أنت إمام وعالم وبحر وتعبت حتى وصلت إلى هذه المرتبة، يعني إيش ينفخ فيه؟ قال فقلت له يا خبيث ماذا صنعت؟ انظر إلى أرباب الدنيا، صح؟ لو تشوف اليوم، أنا كنت أكلمهم اليوم من يأتي صلاة الجمعة الساعة 7 صعب، لكن يذهب إلى العمل، العمال اللي يشتغل اليوم من صلاة الفجر إلى صلاة المغرب ولا تعب ولا شيء، والله صدق. قال انظر إلى أرباب الدنيا كيف يصنعه، وقال أنا معزز مكرم، يقول الشيخ وكذا. فهذا اللي يقول صعوبات، ما في صعوبات، الله أعلم، أبدا لا يوجد صعوبات. غيره، وين كنا نتكلم؟ انتهينا منك الحمد لله. طيب لا 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 خليها، ما هي مشكلة. النواقض، نواقض الإسلام، ممكن أن نجمع النواقض في 4 أسباب: نواقض قولية، ونواقض فعلية، ونواقض اعتقادية، وناقض هو الشك. قول سب الرب، فعل السحر، تمام؟ اعتقاد اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هدي عليه الصلاة والسلام، شك في كفر اليهود والنصارى. كل النواقض تجتمع في هذا، ولهذا الأئمة 4 في كتب المذاهب والفقهاء يقولوا إما قول أو فعل أو اعتقاد أو شك. طيب هذا انتهينا، أنت افتح لي الأسئلة وأنا. يقول أنا عمري 11 سنة، كيف أدعو إلى الله في مدرستي؟ والله أخواننا الصغار هذول قد يؤثروا في الكبار، صدق والله. وأعرف كثير من الصغار كانوا سبب في التزام آبائهم وأمهاتهم، التزام البيت كامل، صح؟ أي نعم. ويؤثر حتى في أصدقائي، حتى في زملائي. وممكن لو أسألكم الآن، هل أثر فيك أحد من زملائك تقول إن أنسى لن أنسى فلان، وأنا إن أنسى لن أنسى مدرس مثلا التفسير عندي، صحيح؟ فيها في واحد من الدكاترة يقول طلب مني إلقاء كلمة الصباح في المدرسة وأنا في الابتدائي صغير، فقالوا لي غدا تلقي الكلمة. يقول ذهبت إلى البيت وبدأت أكتب الكلمة ووضعتها في ورقة، والصباح الطوابير، أساتذة، الإدارة، المدير، بعض أولياء الأمور. يقول خرجت، عندما وقفت ما استطعت أقف، أرتعش دموع، يعني يقول فتحت الورقة، يقول والله الورقة سوداء ما أرى منها شيء، ما استطعت أتكلم، ما أرى شيء. فقلت الحمد لله رب العالمين، حتى ما قال الحمد هكذا، قال الحمد لله رب العالمين. فقلت توقفت، الكل يضحك، يقول قل والله إن أنسى فلن أنسى. عندنا مدرس يقول سمين ممتلئ، يقول يضحك، وضع الغترة يقول على فيه، يقول إذا ببطني تضحك تهتز. اليوم الدراسي ضاع، الكل يضحك، كل ما يدخل مدرس عندنا الفصل يقول يضحك ويضحك الطلاب، وأنا ما استطعت أخرج، ماذا أصنع؟ أبكي. يقول حتى دخل الأستاذ مدرس الشريعة الأستاذ إبراهيم،
عندما دخل ضحك الطلاب على العادة. قال لماذا تضحكوا؟ قال هذا فشلنا وهذا كذا وهذا ولد ما يعرف يلقي كلمة. قال هذا أحسن طالب في المدرسة. افتتح الخطبة بأول سورة الفاتحة وغدا بإذن الله يلقي الكلمة. يقول أنا الآن دكتور أتكلم في الإذاعات أخطب كذا. يقول والله ما أدعو لنفسي إلا وأدعو للأستاذ إبراهيم. إخواننا هذول الصغار أنت مربي الآن لابد تربيهم. إخواننا تنظر بن عثيمين من رباه؟ ها؟ بن سعدي. بن سعدي قالوا له من الشيخ تظن أن يكون بعدك؟ في كبار فطاحلة علماء كان عند الشيخ بن عثيمين مثلا البسام وغيره. فقالوا من؟ قال هذا الصبي أبو البشت من يوم هو صغير وبالبشت الشيخ. قال هذا الصبي بن عثيمين الله يغفر له ويرحمه. إيه إلا شوف عندك مثلا شيخ حافظ بن أحمد حكمي. علماء هذول يعني السبب معلم سبب. أنا يوم طردت طالب عندي من الطلاب ما حفظ في الفراغ عندنا طرد على طول إما يحل ولا طرد يحفظ كلمة واحدة أطردنا. المهم هذا طالب أفريقي وطردته أنا وجاني بعد الدرس والله يبكي بكاني والله. قال لي يا شيخ ترى أنا لو استقمت وتعلمت ترى في موازينك ولو تطردني أضيع إلا إن شاء الله. قلت خلاص احفظ وتعلم.